السلام عليكم معكم الاخت كريمه الى هذه اول مره تزوروا القناه تدعوكم للاشتراك في القناه مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد يوميا ان شاء الله انا هنا كما راكم تلاحظوا عندي كميه من الطماطم يعني اكيد تشلوا بزاف تاع طماطم وتخافوا تفسد وتحبوا تخبيوا شويه منها في الكونجيلاتور باش تسهل عليكم الطياب أه في أه شهر رمضان الكريم خاصة النساء العاملات ما عندهمش الوقت يعني ما يخرجوش بكري من الخدمة ويجوا يعني مزروبات ولازم يطيبوا آه الشوربه ويطيبوا المملحات الى اخره واطباق رئيسيه يعني ما عندهمش الوقت باش يقشروا ويقطعوا الى اخره اذا هنا جبت لكم تدبيره رائعه باش تخبوا بها طماطم يعني في الشهر رمضان يعني نجبدوا فقط و يعني وطيب غابيدمون ما تطلبش بزاف تاع الوقت قشر طوماطيش وزيد ترحيها اكسيتيرا اذا هنا نقطعها انا نقط... عفوا قشرتها وقطعتها ونجوزها هنا في الروبو نطحنها مليح يعني حتى تولي اه ليكيد وتجي خاترة هكذا من بعد اه راح نجيب لي كوبلي تاع اه الورق يعني ورقيه ماشي بلاستيك لانه البلاستيك ماشي مليح للصحه خاصه كي نحطها في الكونجيلاتور وديروه حسب افراد العائله تاعكم يعني الا كنت شتي بلي راح طيبيه بزاف تاع الشربة يعني ديري دخلي كوبلي كبار الا شتي يعني ديري شوربه يعني تاع النهار برك وكذلك كميه صغيره ديري في لي تاع تاع القهوه كوبلي ا كافي هذوك الصغار كذلك يجو تاع ورقيه انا هنا راح ندير قبلي حجم كبير لما طحنتها هنا راح نعمر العلب تاعي وكذلك كاين تدبيره اخرى رائعه كذلك نديرهم من داخل هذا العلب الخاص بالمجمد نعمرهم ونحطوهم في الثلاجه لما يتجمدو راح نجبدهم ونحطهم داخل العلب يعني ما راحش ديري بزاف تاع ليسباس وكذلك يعني آه نتصرف بهم كيما نحب يعني نحب ندي زوج ثلاثه صديب على حساب الكميه اللي راني حابه انا يعني تتصرفي بالكميه بالكميه كيما تحبي يعني على هذا هادو افضل وهنا كيما راكم تشوفوا لي قبلي عمرتهم دوك نغلفهم بورق الشفاف من الفوق باش ما تدخلهمش رائحه الثلاجه يعني آه الفريجيدار خاصه الكونجيلاتور لما تحطي حاجه يعني تقعد فيها الريحه باش نحافظوا على الذوق تاعها وتقعد الرائحه تاعها يعني طبيعيه نغلقوا يعني من فوق بورق الشفاف الخاص بالمطبخ وندخلوهم للثلاجة لما يجمدوا ان شاء الله راح نرجع ونوري لكم كيفاش انا راح نخبيهم لداخل العلب ونعاود نرجعهم للمثل المجمد باش نحافظ عليهم هنا كما راكم تشوفوا بعد ما جمدت هذا تاع العلب الخاص بالمجمد يعني تحصلوا على اشكال رائعه يعني كما قلت لكم نجبدو بالحبه بالزوج بالثلاثه كيما نحبوا إحنا يعني نتصرفوا بها كيما نحبوا نضمهم لداخل العلب ونغلق عليها باحكام ولا حبيتوا تزيدوا كيما نقولوا تغلفوهم بابي من فوق بورقه شفاف يعني تقدروا تزيدوا تغلفوهم باش ما يعني تفاداو حنا مازال ما جمدوش يعني راح نغطيهم نعاود نغطيها ونخبيها كما راهي ندخل العلب باش ما يدوليش لي سباس ما يطيحوش ونحافظ عليها عندهم دخل العلب العلب هادو ماشي ماشي كبار كذلك حتى الثمن نتاعهم يعني بسيط جدا يديروا ربعة بعشرين ألف سبق وريت لكم الفيديو منين شريت هادوك العلب هكذا حطيتهم في العلب نعاود نرجعهم الكونجيلاتور الى عجبكم الفيديو عجبتكم التدبيره عليكم هذا الوجه من الفيديو بارطاجيو الاصدقاء تاعكم بالك هما يستفادوا معاكم نتلاقاو في تدبيره اخرى فيديو اخر دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام